استاذ محمد، يعني بعدنا في محافظه البصره حاليا جاي يكون اكو تبليغ لازاله عدد من التجاوزات ودخول بعض المناطق اللي بيها هذه التجاوزات ضمن خارطه مشاريع البصره. فاليوم اخر احصائيه توفرت عندكم لعدد المتجاوزين في محافظه البصره، ولهم حل؟ ممكن ان يعوضون، ممكن ان يشملون بتعويض مالي، تعويض قطعه ارض او اي شيء اخر؟ طبعا بالنسبه للمتجاوزين سبق وان تشكلت لجنه عن طريق وزاره التخطيط في كل محافظة لجرد العشوائيات، وأنا حقيقة كنت رئيس اللجنة بال 2016. نعم. تم إعداد يعني جرد عن طريق دائرة الإحصاء ومديرية التخطيط في البصرة، وبعض الجهات البلدية والبلديات كلها اشتركت بهذا الموضوع. كانت طبعا عدد الوحدات السكنية المتجاوزين على أملاك البلدية فقط غير الأملاك الخاصة بالأراضي الزراعية المفتتة، فقط جردنا للأملاك البلدية. نعم. كانت بحدود 62 ألف وحدة سكنية تجاوز. اليوم طبعا فعلوا الموضوع وزارة التخطيط، بدينا بجرد من جديد لجرد العشوائيات، وصلنا اليوم فقط التجاوزات على أملاك البلدية بحدود يعني أكثر من 100,000 وحدة سكنية بعد بغداد. طبعا بغداد 148,000 وحدة سكنية، تجي البصرة ثاني شيء 100,000 وحدة سكنية. طبعا هذا الرقم بدون التجاوز على الأراضي الزراعية المفتتة، خصوصا في قضاء الزبير. اليوم أغلب الأراضي الزراعية تم تفتيتها وتم سكنها من قبل المواطنين في المحافظات الأخرى. نعم. سواء في ذي قار أو ميسان أو محافظة السماوة. وطبعا هذا العدد يعني المتوقع يعني ضعف، يعني أكثر بضعف مرتين عن العدد الرقم اللي ذكرته بخصوص تجاوز على الأراضي البلدية. يعني اليوم تجاوز على الأراضي البلدية نقول 100,000، أذكر أنه الأراضي الزراعية بحدود 200,000، يعني إضافة يعني 300,000 يصير تقريبا وحدة سكنية تجاوز على أملاك البصرة. الحل شنو؟ الحل يجب أن تتخذ الحكومة المركزية قرار جريء بتوفير السكن اللائق إلى المواطنين في كل محافظة. مثلا أهالي المحافظات اليوم النازحين إلى محافظة البصرة ممكن أن نوفر لهم سكن في محافظاتهم، لأنه ما معقول اليوم أنا هذه الزيادة. طبعا هي مو المشكلة فقط أراضي وسكنوا بيها وانتهى الموضوع، لا، اليوم أنا لا جاي أسيطر على الكهرباء، الكهرباء جاي يزداد الحمل. الحمل كان بال 2013 1200 ميجا واط، اليوم الحمل 5500 ميجا واط. ال 5500 ما اجت هيك شلون ما كان، ال 5500 ميجا واط اليوم اجت بسبب التجاوز على الاراضي، هذول يحتاجون كهرباء. الماء ايضا ما ممكن السيطره عليه، الماء لا يكفي، الكهرباء يحتاج خدمات الطرق يعني كل الخدمات اللي يجب ان توفرها محافظه البصره الى مواطني البصره. اليوم ما جاي نسيطر على ايصال هذه الخدمات بسبب كثره التجاوزات.